تدوير النفايات والاستفادة منها في مشاريع عدة. بات المشروع في محل كان. في كل مرة يتم الاتفاق مع شركات أجنبية تأخذ النفايات وتدورها لتستخدم في الطاقة الكهربائية أو شراؤها، إلا أن وزارة البيئة وجهت بإعداد قانون جديد لتدوير النفايات في البلد. بالنسبة لتدوير النفايات من أنجح المشاريع التي تستخدمها الدول العالمية، وعرض هذا الموضوع على الحكومة العراقية بأكثر من مرة، لكن للأسف ما استثمرت الحكومة العراقية بهذا المشروع. فنشاهد أنه هذه الحكومة لا تريد أنه البلد ما يتقدم إلى نحو الأفضل. أكثر من 2 كيلوغرام من النفايات هو المعدل اليومي لكل فرد عراقي. بيانات وزارة البيئة تتحدث أيضا عن معدل يصل إلى 20,000 طن يوميا في عموم العراق، ليتوجه البلد لإطلاق مشروع صفر نفاية. كان هنالك مشروع لمعمل تدوير النفايات في مدينة بغداد للاستفادة من هذه النفايات المتراكمة اليومية من أجل فرز هذه النفايات، وبالتالي أنه استخراج ما يمكن استخراجها من مواد ممكن إعادة صناعتها من مرة أخرى، حال العراق حال بقية دول العالم التي تستفيد حتى من مخلفاتها اليومية. يساهم مشروع صفر نفاية في التخلص من الأمراض بالإضافة إلى تشغيل الأيادي العاملة، لكنه كحال بقية المشاريع التي تناقش وتدرس لكن في النهاية تهمل. من العاصمة بغداد، مهدي غريب، وان نيوز